اخوان كنت كنصور البارح ووقفت التصوير وكملت اليوم الظروف في القاهره. دابا نتوما تعرفوش بلي راه تبدل الوقت. انا كنقول لكم هادشي عرفتي والله الا هاد الفيديو اللي كنصور من حوس الكتابه ديالو في الافكار ديالو في التصوير ديالو في المونتاج ديالو عارف غيكون حتى هو من حوس ديك البورطاسيون ديالو في الحطه ديالو في يوتيوب حتى العالم ديالو يكون اكثر. المهم لذلك سمحوا لنا الا كان الفيديو ممل حيت انا كنصور وما راش قريت. واش كان مزيان؟ الو اون فا كومونس يوس. السلام عليكم. مسديوهاش على صوت ديال السفارة ديال كوكوط. بغيتكم تركزوا معايا مزيان حيت الموضوع ديال اليوم شوية حساس بزاف حيت بسببو كتوقف الحركة كيخرج الجيش والدبابات. لذلك ما كتجيش معايا جدي يا صاحبي. فوت هاد الحيد الله يحسن العوان شفت بحال بغات تشد لي ستوكاج ديال وجهي. وهدا لي وبشروا بالخير. مالي نطار كيبداو يديرو فيه شي شوفات حتى هي لهات وبشروا بالخير. قلت لي فوقاش غتهز راسك فوقاش غتهز رجلك. وكون غير كانت شي لحيه هي حيه وفيها تساقط الشعر بوت بحال ديك الورده اللي كتصوت عليها بوف كطير البنات غنجيو غير كنخربق. ولكن الدراري اللي بغات كتنظم الحيه هما اللي غيحسوا بهاد الهضره اللي كنقول. يقدروا يكونوا حتى البنات كيتجربوا هاد الشغل. اعترفوا ديك النهار الوالد وقني بواحد المسنه لهاد الحنك لقيتها تكردات. اجي في العشيه غنقول له ان الله يمر بالعدل والاحسان. العدل بهاد الحنك راه ولا وجه ديال بحال التعاقب الربيع والشتاء الصيف راكم عارفين فين كاين. والاحسان بهاد البوط تهضوا عليه خفيفه بلا ما نضيعوا فاش الحلقه ولا ناري على مقدمه شحال حامضه. الفيديو قرب يتسالى ومازال ما دخلتش للموضوع. الصراحه اللحيه فيها ما يتقال. اما هزت الشعر غنخرج البوم ناخذ به الدعم حتى انا. نسمعكم دابا شي مقطع ولا نخليوه حتى مره اخرى ان شاء الله. باين هذا غيكون من الفيديوهات الكبار من ناحيه المده من حيث هذا الشيء كاتبوا مع شي 300 الصباح القديم ولا الجديد والله ما بقيت عارف. اما التفاعل ما خبعت عليكم والو مي كامارات هاد الساعه انتم اللي مخبعين عليا حشومه عليكم. عقلي ما كيحبش ستيلو عامر بالمداد. ولكن الا بقيت هكا كنهضر ومخبع وجهي الدفتر اللي غيسالي زعما غيعمر. هذا واحد من الاخطاء الغير منطقيه اللي تعلمنا. دابا غنحاول نهضر على الموضوع بلا ما نعاود نفس الاخطاء. بلا مقدمات اي شي تسخينات غنائيه وصافي. تخيلوا معايا جا الحجر الصحي واللي ماشي بعيد واللي هضرت عليه في اول فيديو تمسح لي وقلت لكم غندير عليها رياكسيون ومازال ما درتهاش. يا لي من المتهاون. الوالده سمعتني كتضرب على شي قطات غنديرو في هذا الفيديو ما خلاتليش. قالت لي كنفيها لكم بالحجر الصحي الله يستر الله يحفظ. لذلك انا كنت غير تخيلوا عندك يمشيو يديروا الحجر الصحي الله يستر الله يحفظ وجيو تلصقوا فيا انا بريء منكم. هادشي كامل غير خيال الخيال وصافي. دابا تخيلوا معايا رجع الحجر الصحي الله يستر الله يحفظ يا ولدي بحال شي عيد ولا شي ذكرى وطنيه ولا ما عرفت. وديك الساعه عاجي تشوفك الصواب كي داير. وي سير المختارين لاباس بخير. مال الدار لاباس بخير. وليدات لاباس بخير. الامور كلشي لاباس بخير. مولات الدار لاباس بخير. البنيات لاباس بخير. ياك بعدا المهم كلشي الامور مال الدار الاحوال كلشي لاباس بخير ياك. يا خويا هاد النوع الا مشيتي حتى صوانتي عليه هو الاول يسالك الصوت غير في لاباس بخير. لاباس وبخير دوز شي حاجه واحده اخرى والله يرحم لك الوالدين. ايوا حجر صحي مباراة سعيد شي حجر وتعاودو باش ما تميتو ان شاء الله وتكون لاباس بخير وشي وجه خفيف ان شاء الله وشي تلنطة جداد وشي حاجة. الحج ما كاينش حجر صحي حجة عام ولاد ماشي مشكلة. ايوا قولي بعدا كيخجل دواتكم لاباس بخير عليها موقع عليك الزمر اصلا بجوجهم بحال بحال مكاينش الفرق. العيد في العشية كيكون فيه الملل وحتى الحجر كيكون فيه الملل بحال بحال. ايوا هو الفرق الوحيد هو ما غاديش يكون الضياف وما غاديش يكون السلام يعني ما غايكونش البوسان وهذه حاجة مزيانة. سيري عاوتاني نفس السيناريو غيتعاود نفس الوجوه غيعاود يتعاودو واش مزوج خاصكم تعرفوا بان هاد التوقيت راه ماشي عطلة ماشي تقدير العطلة الربيعية العالم كيموت وانت كتكلكع وعاود
عاوتاني غيعاودو يبانو دوك الحملات الانتخابية، بغيت نقول الحملات التوعوية. ورا الثلاجه خسر البيع، طوموبيل خسر البيع، بارابول خسر البيع، ولد باس البيع، مرا خسر البيع، مسمار خسر البيع، طروفيس خسر البيع، بارابول خسر البيع. واش بيع الطروفيس؟ مزيانه الطروفيس هذا. تيست تيست، نداء الى جميع الوحدات، تم اعلان حاله الطوارئ، ديروا خدمتكم، اجريوا على البش. اي 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 ودي تنرجع له ولا شتي؟ انا غندي تندوز لك الامانه في العشيه على مندوز هذا البريكول هذا. قلتيها بواحد الطريقه ضحكتيني يا الشريف. كتكركر يلا ارضك الطرو في اسمنا وسير باش ما يطلعوش يجمعوا حبك. يلا يا سير 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 من هنا سير. باي لعب معايا قالك دخلوا لدياركم تحموا وليداتكم، دخلوا لدياركم تحموا والديكم، دخلوا لدياركم تحموا راسكم وتحموا المجتمع، دخلوا لدياركم ادخلوا لديوركم. وبطبيعة الحال كل الشعب المغربي الابي ما غاديش يدخل للدار، عاوتاني اللي بيقول لكم خرجين دبابات الشارع. شنو معنى ديال تخرجوا الدبابات باش تنسركلوا في الشارع العام؟ شنو معنى ديالها؟ ياك غيضيعوا لي صاص ومازوط وما عندكش باش خدامي. ولا بديت بحال تدي يلاه خرجت النجومه وتبعوا الدبابات في العام. مزيان مزيان بلا ملي تسوي واحد الجو كيكون في الحجر سبيسيالمون غير ديال الجي تي اي. الحجر اللي فاس خرجت للدرب نشوف واش كلشي دخل، لقيت الدرب كامل خارج يشوف واش كلشي دخل. انا مخير ما غيفوتش 100 عام على هاد التبركيكه هادا. يقولو لك عاوتاني دوك الفايكينغ اللي كيلوتيو من الشتا لشتا في السوبر مارشي وكيشوهو بينا، هادشي الا كان سالهم ستوك ديال العام اللي فات اصلا يكون فاتو التاريخ. وجدو وجدو عاوتاني تمشيو داو لنا الشوا في اسواق. بغيت نتأثر ديال السوبر مارشي باش ما عندهاش اسهال المجرم اثيما ودوك اللعبات. الى جا الحجر الصحي عاوتاني غتوقف القرايه اللي حنا اصحاب لافاكي الله تسجلنا، باقي حتى ما بديناش مازال ما عرفناش لافاكي دايره. في واد العام البلد ما غيبقاش حاير واش سنه بيضاء ولا لا، حيت ان شاء الله غيدبنا بحال العام اللي فات. سنه زرقاء، سنه زرقاء بمعنى الكلمه، شويه حمراء خصوصا اللي كان الباك حمروا لنا السنه ديالنا الدراسيه بها. اخوان كنت كنصور البارح وتوقفت التصوير وكملت اليوم الظروف في القاهره. دابا نتوما تعرفوش بلي راه تبدل الوقت، انا كنقول لكم هادشي عرفتي. والله الا هاد الفيديو اللي كنصور من حوس الكتابه ديالو في الافكار ديالو في التصوير ديالو في المونتاج ديالو عرفوا كنت هو من حوس الاكسبورطاسيون ديالو في الحطه ديالو في يوتيوب التابع ديالو يكون اكثر. المهم لذلك اسمحوا لنا الا كان الفيديو ممل حيت انا كنصور وما راش قريش المره هذيك. شي راكم عارفين في الحبق ديالي قلت لي ملي كنهضر بحال شي حدا ولا حاجه. هاد الهضره غنقولها ندير حتى في الاول الفيديو باش تعرفوا شنو كاين. وشكرا نكملوا هاد البلان ديال التعليم على بعد ما بقى لي ما نقول فيه حيت كلشي قلتو في هاد الفيديو اللي ندير واحد الفيديو ديسكريبسيون غادي تشوفوه. واخا كان شويه حامض وكاين تطيح هذيك الساعه، غير هو انا ضد التوقيف الدراسه الحضوريه من حيت غيخرجوا لنا تيك توك جينيراسيون ولاد 2012 وهذا ما لا يحمد عقباه. الحجر الصحي كيجي وكيجيب معاه شي اشكال وكيفضح شي انواع والله يديهم وصافي. كيقول لك واحد ولد قسمك حط بوست فيسبوك الا فايت لعبتي معايا ولا شفتني كنلعب بطريقه ديال العدل اللي مكتبه كاين لي كومونتير. وداك صاحبي اللي كيمعمر معاه دائما ميسي كيجاوب هو كيقول لي عز الفن ما دزت ما دزت الامه من هذا. هو صاحبو كتلقاو كيزيدو واحد واحد يطاقيو لهم باش يكملوا الفرقه. ولاك عاوتاني غير لوكي يسلوك دوك المساج في واتساب ديال استفيد من 1000 جيجا ديال الانترنت مجانا ورسائل 10 اشخاص وخمسه مجموعات. انا ملي كنقول لكم صيفط لشي واحد شي حاجه بحال هكا راه مبلوكي، راني ما عمري بلوكيت شي واحد. اتونسيون الواتساب كيولي لي ما حطش 100 ستوري في الساعه ماشي راجل. الانستغرام كتلقى في الليل لايفات اكثر من ستوريات، وستوريات شنو فيهم؟ تحديات كيطاقيوك فيهم اي تشالنج ام حميدو وتا تشالنج امك. شوف شويه هاد الزيت، شوف شويه في شي حاجه واحده اخرى بعد مني تقعد تشالنج لي طاقيني طاقيني دير شي حاجه زعما دوك بزاف لي اونسور اللي كنبقاو عليكم ما تخافوش حنا كاملين خايفين. اما دوك الشناق ديال الكيف واي اللي بغاك تعطيك جوج صحابك وشي واحد من المشاهير ولا جاوب كتبح معنا سمارت فون ايفون جالكسي كارونت ويت ديزنا في فيديو للبيت كيقول لك عطيك جوج ديال صحابك واحد من شهر كيموت كيطريك انت حيت ما كيعرفكش زعما باش ما يكشوش مع عشران. وانا كنقول لكم الا عاود يعطيني شي واحد غنسينياليه، ما عمري سينياليت شي واحد. اتونسيون خلاص هذوك اللي كيمشيو يصوروا فيديو كيشريو الماكله القطط والكلاب الزنقه هذوك بوحدو، ولكن كومان كيدير شي حاجه كتنفع على الارض كومي بشي حاجه مزيانه. الاجر بينه وبين اللي خلقهم يدبروا راسهم يعني يديروا بحالهم يديروا بحالهم. ولكن ما كاينش اللي كيسالي معايا لا من شدو كيغني ونشد وطني في السطح هذوك هاني دايت ماشي مشكل. اللي كيجي بي انا تمام هذوك اللي كيحطوا تصاورهم قال لك باش يصغوا التفاؤل كتلقاو وجوه ديال بحال هذوك ديال فراس الله البري
قلت لها المستاجر كبر من المستاجر، انا معك ولا احترام للمستاجر، وقال بغي نشر التفاؤل في المجتمع، بغي نشر التفاؤل، انتم راكم تنشروا الحروب والفتن والجفاف والمجاعه والكوارث الطبيعيه والفضائيه والجويه والبحريه اللي مش تتصوركم عندكم. عاودتني شركه نتفليكس غادي دير معكم لاباس في هذا الحجر الصحي، كاين غير افلام وسيريات، ولكن انا في نفس الوقت كترسخ لكم نتفليكس هي ديالها. اتونسيون ردوا البال، هذوك اللي كيبقاو عاطينا غير النعاس والبنات في الدار، في الحجر الصحي كتكبر القيمه ديالهم في المجتمع، كيولي كيشوفوا مواطنين صالحين واعيين وكيخافوا على البلاد ديالهم. وي عاوتاني غتخصك رخصة التنقل للدار غير مليحة، هذا ما عرفت كاع شنو هي داكشي. واش هادو زعما ما يتعاملوش معايا يديرو لنا تصوير كغير مليحة في ديك الوريقة؟ دابا حنا اللي كنصورو بلانكات كيفاش غنديرو؟ ومو الطاكسي قواطع فؤاد غادي ديكاس ليكم، شنو نبقاو حنا ما نخدموش حنا نبقاو جالسين؟ زعما كون انا كندير فيديو انت واش غدير؟ وبروجو التعامل التعامل معنا نديرو رخصة ديال التصوير بالرجولة ولا شنو غنديرو بلانكات عند واحد مثلا؟ بلانكات اجي براحتو حتى شي واحد مازال ما خلص عام ديال شي حاجه بحال شي طوبيس شي لاصا شي حاجه بحال هكا، حتى واحد مازال حتى اللي كيقرا ولادهم في ايكول بريفي قلبهم للعمومي عامي عامي كلشي تكون العام اللي فات كلشي، ولكن كلشي على دوك اللي كيقراو دابا ما كيخرجوش التمرين اللي كيعطيوهم في المدرسه في الويكاند وفي العطله معول على الحجر الصحي، ما عرفناش نصنفوهم ضمن المتفائلين ولا من المتشائمين ما عرفناش. النهار اللي غتخرجوا التمارين غير ديروا الحجر الصحي، خليكم ما كتخرجوهمش حسن اصلا ما بقيناش كنخافو من الحجر الصحي ولفنا داكشي ولا كيجينا هذا ما بقاوش نخلو عين بحال ديك المره صافا ولينا خاسرين في هادشي الاعراض الاوبئه او الادويه حتى اللقاحات اللي كنديرو من راسنا عادي زعما نديرو في الاخر شي اللي كاين قبل علينا ما بقاش كنا نقولكم واش خاصكم ديروا راكم عارفين ابوني الجرس لايك كومونتير بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وركزوا عفاكم على بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وما تنساوش دوزو عندي الانستغرام وفيسبوك تما كتشوفو الحموضه راه ساهله هنا وباش نتناقشوا الافكار ديالنا باش نسيطروا على العالم ان شاء الله وداكشي ما تيقلقوش. لاباس بخير لاباس بخير لاباس بخير لاباس بخير. السلام عليكم، بغيتكم تركزوا معايا مزيان حيت الموضوع ديال اليوم حساس. دوك لي زانفلونسور ديال الله يحسن العوان اللي كيقولك ما تخافوش راه حنا كاملين خايفين. ولكن مكاينش اللي كيسالي معايا، ولكن كلشي على هادوك اللي كيقراو دابا ما كيخرجوش التمارين في العطله ولا في الويكاند مود كعوال في الاخر هادشي كاين قبلوا علينا وما نبقاش كل مره نقولكم واش خاصكم ديروا راكم عارفين ابوني جرس لايك كومونتير بارطاجي فيديو مع صحابك وركز عافاك على بارطاجي فيديو مع صحابك هادي مهمه. لا 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 لا